دكتور الصراحة حالته صعبة. بقول لك ايه؟ لو سمحت قولي هو عامل ايه؟ قلبه بيدق بيتنفس نقطة يعني؟ الصراحة هو في غيبوبة. ايوه بيتنفس وقلبه بيدق مش مهم اي حاجة، المهم يبقى في وسطنا يبقى معانا، المهم قلبه بيدق وبيتنفس. ايوه ما تقلقيش ان شاء الله خير. خير عبد الله اخوي ماله؟ وجع من عسلي. ايه؟ بس لسه حي. خير. خير ان شاء الله. وانا امتى هحس باللي هي حاساه دي؟ امتى هحس اني ملهوفه على حد كده؟ راجل يحبني وعايزني، هو انا امتى هحس ان ليا راجل اخاف عليه واتمنى انه يبقى معايا بنفسه؟ حتى لو زي عبد الله كده ما بيتحركش، هي ليه بتحبه قوي كده؟ ليه استحملت اللي فات؟ ليه كل ده عشان ايه؟